انضم الينا من رام الله الكاتب الصحفي السيد حافظ البرغوثي. سيد حافظ، اللجنه المكلفه بتنفيذ هذا القرار بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعه مع اسرائيل شرعت بالعمل، لكن كيف يختلف هذا القرار وتختلف هذه اللجان وهذه الاليات التي يدور الحديث عنها عن القرارات واللجان التي كنا سمعنا عنها سابقا في اكثر من مناسبه؟ والله يعني اصارحك القول بان المهمه صعبه، لأن وقف تنفيذ الاتفاقات مع الاحتلال من الأمور شبه المستحيلة في الأوضاع الحالية، حيث لا يوجد إسناد لا دولي ولا عربي للموقف الفلسطيني. المهم هنا التركيز الفلسطيني هو على اتفاق باريس الاقتصادي والأمور الاقتصادية، باعتبار أن الاحتلال قطع شوطا طويلا في الإخلال بها والإجحاف بالحق الفلسطيني ومصادرة الأموال والضرائب، وأيضا سرقتها وتوزيعها على العملاء الذين يرفعون قضايا ضد السلطة الوطنية، وأيضا على مستوطنين وإسرائيليين إلى آخره، ويخصم غرامات على الأسرى. كل هذه هي عملية نهب منظم للأموال الفلسطينية. السؤال هو هل نستطيع الفكاك من هذه الاتفاقات بدون رضا الاحتلال؟ لا أظن، أو تعديلها لا أظن. الطريق الوحيد هو تخفيض مستوى العلاقات مع الاحتلال إلى أدنى مستوياته، لكن الحياة الفلسطينية والمعاملات اليومية الفلسطينية متداخلة مع الاحتلال لدرجة عضوية كبيرة لا يمكن فصلها عن بعضها أو وقف تنفيذها، باعتبار أننا تحت الاحتلال، وتحت الاحتلال هناك أمران: إما أن تقاوم بالقوة، وإما أن تلجأ إلى العصيان المدني السلمي. هذا هو الخيار الفلسطيني النهائي. هذه العلاقة مع الاحتلال وهذه الاتفاقيات معقدة ومتشابكة كما أشرت، وقلت بأن هذه المهمة الفلسطينية هي مهمة بالغة الصعوبة، بالتالي هل يمكن أن نسمع لاحقا على مدار الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة بأن مهمة هذه اللجان وبأن هذا القرار السياسي الفلسطيني قد وضع ربما جانبا نظرا لصعوبة هذه المهمة كما تقول؟ يعني أنا أقول أنها صعبة. يعني يمكننا مثلا أن نقاطع المنتوجات الإسرائيلية، ألا يعني بمعنى أن نستورد من الخارج، لكن في النهاية الواردات من الخارج تمر عبر المعابر والموانئ التي تسيطر عليها إسرائيل أو الإسرائيلية بالكامل. وبالتالي يعني هذا لغز أو لا يمكن اختراقه بسهولة. أنا قلت في البداية لا يوجد لا إسناد عربي ولا إسناد دولي، الوضع مختلط عالميا وعربيا وحتى فلسطينيا، وبالتالي لا يمكننا أن نتصرف بأريحية وبراحة في مجال وقف التنفيذ. يعني التنسيق الأمني أعتقد أنه في أدنى درجاته منذ فترة طويلة، رغم أن التنسيق الأمني ذو حدين، يعني حد من جهة الاحتلال يخدم السلطة أمنيا بالسيطرة على قطعان المستوطنين الذين يدبرون لعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، والسلطة أيضا تستطيع أن تتعاون مع الاحتلال في قضايا أمنية معينة. إذن القضايا متشابكة جدا، لا نستطيع الفكاك من الاحتلال كما قلت لك، إما أن نعود إلى انتفاضة شاملة أو إلى العصيان المدني السلمي، وهو الخيار الأسلم في الوضع الحالي عربيا ودوليا. جزيل الشكر لك ضيفنا من رام الله الكاتب الصحفي السيد حافظ البرغوثي.